السلام عليكم، كيف بقيتم؟ مزيان على خير. نتمنىكم يا ربي تكونوا بخير وعلى خير. وسمحنا على هاد الغيبه بزاف، ظروف راكم عارفين، العيا والمرض في هاد الايامات هادي. الله يشافي الجميع ويحيد علينا هاد الوباء هذا يا ربي. المهم البنات، كما قلت لكم تعطلنا بزاف ظروف الخدمه، وكي كنا مرادين جوج، انا بريس خليفه طاحت راكم عارفين، وما قديناش نصوروا راكم عارفين، والنهار قصير بزاف، بحال كتكافى مع تمشي وتجي، وراكم عارفين كلشي والدار وكلشي كيعيط هادشي اللي كاين. المهم هذا النهار هذا غنوريكم بواحد الجلبات خدمناها للكليان، وكاين جلبات للبيع، وبغينا نشارك معكم خدمه. مازال ما تكملوا لنا الجلبات اللي ديال البيع، مازال ما تكملوا كاملين. يلا خدمنا وحده، ولكن باليد شي حاجه زوينه بالتنبات الصمغ، داكشي شي حاجه غزاله بزاف، واخا غيبنا جبنا لهم جديد، شي حاجه زوينه بزاف ديرنا. مهم اي حاجه شفتوها فيها هادي هنا يعني لا بالنسبه للتنبات، لا بالنسبه للرشمه، لا بالنسبه للرشمه. البنات ما كنحاولوش نديرو اي رشمه، الرشمه ديالنا خاصه بينا حنا، كنديروها حنا كنرسموها باش ما كتكون شي حاجه ديالنا حنايا، ما كنبغيوش. واخا كنشوفو اللي خرج، كنشوفو الجديد، ولكن كنبغيو حنا نديرو ديالنا، ما كنبغيوش نقلدو، نحاولو ما نديروش التقليد بزاف، حيت اصلا التقليد واخا تقلد ما كيطلعش هو دائما، التقليد ما كيطلعش. كنحاولوا نديروا شي حاجه ديالنا، والحمد لله الجلابه توفقنا فيها بالرشمه ديالنا، الحمد لله تنبات الاختيار الالوان وكل شيء. مهم حنا عجبتنا بزاف حيت ديالنا. المهم نشارك معكم هذه البنات للبيع، هذه للبيع هاد الجلابه ان شاء الله للعيد والرمضان ان شاء الله. اللي بغاو الجلابات غادي نشاركوا جبنيه، دائما الالوان ما كتبانش اللي في التازه هنا يجي يشوفها مباشره، الالوان ما كيبانوش. هاد الجلابه هذه للعيد الحطره اللي بغيتو، راها بالنسبه لها كما كتشوفوا تنبات شي حاجه غزاله، الحجر طرز باليد ماشي بالماكينه، هذا طرز باليد، شي حاجه غزاله بزاف، همويه تلبسيها وانتيا فرحانه بها، شي حاجه زوينه. مهم مناسبه خفيفه، ومناسبه خفيفه دابا كيولوا كيلبسوا جلابات لقيتها هادي، شي حاجه زوينه بزاف. التنبات ديالكم كما كنقول لكم ها هي عندها في الصدر، شي حاجه طوب. هادي سعاد جبليه، خدمناها جبليه باش راكم عارفين الجبليه كتواتى مع لي طاي كاملين، من الام لال اكس ال كتواتى هاد الجبليه، وكتجي زويونه، كتجي البوصه زوينه. عندها التنبات في الصدر، نص الصدر، ومخدومه من نص الصدر، اغلبيه كيبغيو الخدمه بنص الصدر، والكميمات والضفيره، والضفيره بالصم تدراس كلشي باليد. تنبات طاز باليد، تنبات باليد الفينيسيو، باش ما كتسقمش جلابه غاليه بزاف، ديما كنضطروا ان نخلطو. لا جيتي ديري هكا ما طلعيها باليد عليكم واحد الثمن طالع، وما عادش يزعموا ليها بصح، وما عادش يزعموا مش الجلابات غاليين بزاف، فحنايا كنحاولوا ان ندخلوا كلشي، بغينا كلشي بس معنا كلشي ان شاء الله، وشي حاجه متقونه وشي حاجه زوينه. مازال قلت لكم بالبيع ما تكملوش على حساب العيد ورمضان، مازال عندنا بياسات حتى هما زويونين، ولكن هذه الشيء خدات لنا الوقت، حيت فيها الخدمه بزاف، خدات لنا الوقت في الخدمه، وكنت نشاركها معكم. ها هي تسالات اللي بغاها مرحبا بها، الاثمنه ان شاء الله. بعدو عندنا بياسه وحده كنخدموا بشكل بياسه وحده، هادي كنخدموها بياسه، يعني حنايا كنخدموا شي حاجه بغينا نخدموها متقونه باليد وما مجلطاش، كتلبسيها بوحدك، وكيلوين واحد زواقه وحده. هاد الزواقه هادي حنايا رسمناها، حنايا نبتناها، حنايا صايبناها، يعني الا لبستي شي حاجه تلبسيها بوحدك، شي حاجه زوينه. الاتقان خدمه رقيقه، بالضفيرات الصم، العقيدات فاسيين، المهم كلشي الخدمه راكم عارفين، ثم راه كلشي كيبان، زائد اللون راه ما كيعطيش التصوير حقه نهائيا، ما كيعطيش اللون التصوير، غزاله. ما كرهتش اللبسه لكم، ولكن راكم عارفين الظروف وخصنا نمشيو، هذا غادي نتعطلوا بزاف في الفيديو، الفيديو غادي يجي طويل بزاف. المهم اللي بغاها مرحبا بيه، واللي بغا يشوف الخديمه ولا هادي يجي مرحبا بيه، اللي من التازه، اللي من بعادين رانا كنوصلوا جميع المدن، حتى خارج الوطن كنوصلوا لهم، فين ما كنتي غنوصلوا لك ان شاء الله.
يتواصلوا معنا على الواتساب ولا يدخلوا الانستغرام ديالنا وحنايا يعني نجاوبكم ان شاء الله. الانستغرام كلهم يزوروا بينا كنحطوا كاع الحويجات. ادخل الانستغرام تابونا حتى هو فيه، رانا مره ملي كنصاوبوا شي حويجه هو كنكونوا فيه اكثر من اليوتيوب، بحيث راكم عارفين الانستغرام كيكون ساهل في المونتاج ديالو، كتحطي ستوريات دغيا كيكون شويه ساهل في الخدمه ديالو، ولكن اليوتيوب شويه صعيب في المونتاج وهذا كنعكزو شويه وكنعطلو. بالنسبه للثوب هذا مليفه سوا يعني حريريه، مليفه شي حاجه زوينه، مليفه ماشي كريب، هذا راه مليفه شي حاجه زوينه بزاف، ما كتيرا ما كتحبب ما حتى شي حاجه، يعني شي حاجه زوينه. نوريكم دابا واش جايب هاد واحد الكليانو، هادي حتى هي اللي بيعها ليا، جبدها وبعتها. هاد الثوب هذا ديالنا، راه عندنا متوفى هاد الثوب هذا، هادي حتى هي للبيع، ما كتجيش سخونه بزاف، تويد تويد قطن، ما كيجيش سخون بزاف، ما يعني في هاد الوقيته هادي يعني ما يكونش البرد بزاف. هادي الفصاله ديالها دغوا وثلاثه بالصغار طايئين والال الكميمه حتى هما في التنبات، عندها التنبات وخدمه المعلم، شي حاجه مزيونه. غنقرب لكم، نحاول نقرب لكم باش تشوفوا الخدمه. الثوب هذا راه متوفر عندنا، اللي بغى الثوب مرحبا به، نخدمو له الموديل اللي بغى هو ولا الموديل اللي اقترحوا عليه، علاش لا. نوريكم جلابه اخرى، هذه الكليانه ديالها حتى هي طلعت زوينه بزاف. الثوب ديالنا راه متوفر، هذا الثوب هذا في المحل، بصحتها وراحتها، جاتها مزيونه جبيه، عندها الخدمه ديال في الكتيفات، دايره بالدبانه على القب، عندها الدبانه الصغيره والكبيره هنا دايرينها على الزواقه، هذه تخدمت بزاف وطلبوها الجبات، هم خدمها شحال واحد عندنا، اما قدرناش نصورو تخرجوا اكثريه بهاد الزواقه هذه، خدمنا نفس الخدمه، ما بغيناش نصورو، يعني نفس الخدمه كيشوفوها هكا كيبغيوها. هادي عجبتنا حيت الثوب ديالنا وعجبتنا وشويه وكيفاش بغينا نشاركو معكم، راه باقي من هاد الثوب هذا وباقي من هذا، اللوينات في هذا فنين، باقي اللوينات زوينين، حتى هذا شفت هذا باقي فيه اللوينات، راه باقي فيه ولكن غير ثلاثه باقيين، باقيين ثلاثه د اللوينات، وكطلع فيه الجلبه واعره بزاف وما سخونهش، زعما ما سخونهش بزاف، يعني تلبسيها في هذا الوقت البرد، هضره تلبسيها حتى شهر خمسة راه تلبس، كيتخفيف وفي الخفيف والخيط زوين قطن، هذا التويد نتاع القطن، هذا خيط، هذا تويد خيط، هذا قطن، انا قبيله قيله قلت قطن هذاك، لا هذا خيط، هذا خيط وهذا قطن. بالصحة والراحة مولاتها، نجلي بخاطر هي بالمليفة، المليفة تاع هادي ديالنا، لا خلي لها لا عندي لها هاد المليفة هادي راه ديالنا اللي خدمنا به الجلابة الخضراء للبيع، وهاد الجلابة هادي تاع الكليان خداتو من عندنا، خداتو من التمييب وخداتو وخدمناها وتفكرنا في اللون، عجبتها هاد الخدمة مزال مطلوبة. هذا البنات كيجي كاموني ماشي ماروكي، عاد يبان لكم في الصور راه جاي بحال مارو، ولكن لا هو راه الشكل كاموني، كيجي بخضر شويه، ودخلنا له هاد اللوينات هادو هما اللي خرجوه،
لينا ما نشوفوا، ولكن هاد الويلات هما اللي جاو معاه وخرجوا. السيده بغات لون خياطه يكون بدل بعيد على الثوب، فحنا اختارينا هاد اللون، جات زوينه واعره بصحتها وراحتها، جاتها جليلبه غزاله. الخدمه نتاع الضفيره باليد، اي الضفيره باليد كوم على الخيزات فاسيا. المهم ما نقولكمش، شي حاجه زوينه طلعت لها جليبه فينا بصحتها وراحتها. هاد الخدمه هادي حتى هي مطلوبه، خدمه كتجي عاديه خفيفه خفيفه كيبغوها خفيفه حتى ما تقيلاش بزاف، عمليه يعني هكا تطلب هي كتجي حاجه تاع الاكل نتاع الكاتخفي تاع دوك زويون. شوف نشارك مع الشلابي واخا. المهم عندنا عندنا نشارك بعدا الثوب واخا. المهم هاد هاد الثوب هذا دان بقاو منو ثلاثه د اللوينات، واللوينات زوينين، جبنا فيهم اللوينات كاملين زوينين. وغنوريكم الخياطه اللي خيطنا منها، يعني طريقه الخياطه اللي كتجي زوينه، يعني هي خفيفه وعمليه ورخيصه، يعني كطرق دغيا دغيا وكتجي زوينه. بلا ما ديري طراسم لا هذا اللوين هذا بقى، وبقى هذا المطرد هذا دا اللوينات زوينين صراحه، وبقى هذا المطرد هذا حتى هو راه باين زوين في التصوير هذا، وبقى هذا المعروف هذا هذا الكاميل زوين هذا كيجي غزال في اللبسه، وعاد تجي خلفها راه لابسه خيطه. تا نوريكم الشكل ديال الجليبه اللي بغات مرحبا بها، راه كتبقى رخيصه وعمليه في الوقت وكتجي انيقه وزوينه. السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ غيبنا عليكم، ولكن رجعنا ومازال ان شاء الله غادي نرجعوا، غير راكم عارفين مع الظروف وهذا. بغيت نشارك معكم جليبه اللي خيطت من الثوب ديالنا، وشي حاجه خفيفه وزوينه الصراحه وعمليه كي قالت لكم سعاد. كتجي حتى في اللبسه انيقه خفيفه، وما كت يعني حتى في بنادم يشري ثوب وتقام عليه جلابه وحده من طالب هادي صراحه هادي كتجي خفيفه وكيبقى الثمن خفيفه في الثمن وخفيفه في اللبسه وخفيفه في كلشي وكتجي هكا خفيفه تلبسيها هكا مع لي بوط قصيره، بغيتي ديريها طويله اللي عجبك يعني. وبس تبان لكم مزيان صراحه، ما بيناش حتى لتحت. المهم هي ما كتجيش طويله، وراه كل واحد كلش ميمات، عاوت ما درتهمش طوالين، درتهم غير هكا وجات صراحه زوينه. والله الا بغيت نشاركها معكم، لينا شافوني الناس لابساها وعجبتهم قالك علاش ما شاركتيهاش معنا وغبتو علينا. لا 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 علاش ما شاركتيش معنا هذا الموديل هذا؟ كيجي خفيف حقيقه وكيجي مزيان ومعنا بالنسبه للعيال اللي كيخدموا اللي كيبغيو جلابه هكا خفيفه هكا وماشي انيقه في اللبسه، انيقه في اللبسه زائد ماشي سواقيه. راكم شايفين الجلاب شي دار وهذه درنا شي حاجه اللي ما كايناش، اللي بدلها على السوق وعلى اللي اللي داير دارج الصراحه في الشارع. قالوا لنا علاش ما شاركتوش معنا، غبتوا علينا وهذا وتوحشناكم، بغينا نطلع عليكم بهذا الفيديو اللي خفيف وهذا، ولكن مازال ان شاء الله غادي نبقاو نطلعوا عليكم بالفيديوهات، غير راكم عارفين الظروف اللي ما كتساعدش. ومع هاد المنبر صراحه كنقول لكم شكرا شكرا بزاف، كتسولوا فينا في الواتساب كتقولوا لنا غبتوا علينا وهذا، ولكن ان شاء الله ما غاديش نغيبوا، مازال ان شاء الله مستمرين معكم. وشكرا بزاف عليكم على لي لايك وعلى البارطاج، وما تنساوش تدخلوا عندنا الانستغرام، لان كنحطوا حويجات جدادي راه كنحطوا في الانستغرام كي قالت لكم سعاد اكثر ما كنحطوا في اليوتيوب، لان علاش الوقت ما كيسمح لناش والنهار قصير وهذا. شكرا بزاف لكم، وبارطاجيو الفيديو باش ان شاء الله تعمل فائده ونزيدوا عاد كتشجعونا اكثر باش اننا دائما نبقاو معكم. وشكرا الى فيديو اخر ان شاء الله. بغيت نشارك معكم البنات اللبسه اللي خدمنا الاخت حسنه اللي غنيه عن التعريف في الامارات، اللبسه اللي طلعت كتحمق بالطرز الرباطي والتنبات، سردنا لها الصراحه، هانتوما غتشوفوها لابساها جاتها كتحمق، هي نقافة معروفه تما. وانتظروا البنات الجديد دائما مع اسكامود عما قريب ان شاء الله، والى فيديو اخر، مع السلامه.